بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس جديد في عرض أحد العينات التي درستها في السابق. طبعا في مختبري، طبعا هذه العينة عبارة عن بيضة دجاج عادية، تم الزراعة فيها بحيوان منوي لحيوان. طبعا آخر فترة خرجت لنا مقاطع كثيرة جدا عبارة عن ناس يزرعون حيوان منوي داخل بيضة الدجاج، ويندمج هذا الحيوان المنوي مع جنين البيضة ويكون مخلوق آخر متهجن. طبعا العملية لم تنجح مثل ما تلاحظون، لكنها ممكن تنجح بعد تجارب جديدة. مثل ما تلاحظون الجنين تحت باللون الأسود، كونه جنين حصل له يعني موت، لكن يعني العينة ممكن تحصل لها نوع من أنواع التهجين، وهذا يعني بشكل صحيح مثبت علميا. عندما تزرع حيوان منوي داخل بيضة دجاج أو بيضة طائر، ممكن الحيوان المنوي يؤثر على البيضة، مما ينتج لنا حيوان آخر متهجن بين الحيوان المنوي والبيضة أو الدجاج أو الطائر. طبعا هذه قد تحصل مع يعني الطيور بالنسبة الأكبر يعني. وأيضا تقنيات الهندسة الوراثية ممكن يعني تكون أكثر دقة وأكثر يعني نجاحا يعني من هذه التجارب العشوائية. تم حقن الحيوان المنوي بإبرة بسيطة جدا في وسط البيضة، وتسكير يعني الجرحى والثقب بلاصق ومراقبتها، وفعلا حصل نوع من أنواع الاندماج، لكنها لم تطيل، مات الجنين داخل البيضة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.